السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا كمان عرضنا خدمة وخدمة التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي، أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وكنا كمان عرضنا فرصة، وكانت فرصة تطوع في فيتنام، كانت شاملة معظم التكاليف، وكانت عملية القبول والتقديم فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه المنحة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص ومنح جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. وحابب انوه كمان لجميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاص بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده، هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده، وهي منحه ممتازه جدا، هي منحه دراسيه مموله بالكامل في استراليا. يبقى الدوله اللي موجود فيها المنحه هي دوله استراليا. الجهة المانحة هي جامعة مولبورن يونيفرسيتي، تمام. الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول متاحة للتقديم في الفرصة دي. لو انت من دولة عربية، اسيوية، افريقية تقدر تقدم للفرصة دي بسهولة جدا، تمام، ومتاح لجميع الدول. بالاضافة كمان انها منحة جامعية، فبالتالي يعني المنحة مش مشهورة قوي، مفيش يعني اقبال عليها زي المنحة الحكومية، وكمان بتاخد اعداد كبيرة جدا. المرحلة الدراسية المتاحة للمنحة دي هي متاحة لدرجة الماجستير والدكتوراه، يعني لو انت عايز تدرس درجة الماجستير او الدكتوراه متاح، انما لو عايز تدرس درجة البكالوريوس او الليسانس غير متاح في المنحة دي. بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي، صراحة تمويل خرافي، هتاخد مصاريف الدراسة كاملة بالمجان، كل المصاريف الدراسية على حساب المنحة. بالإضافة كمان في راتب شهري 2600 دولار هتاخدهم شهريا عشان تغطي لك كل المصاريف بتاعتك من حيث سكن، طعام، ممكن كمان هتدخر منهم مبلغ كبير جدا، تمام. يعني هم هيدوك، هم ما وضحوش انها هيكون راتب شهري 2600 دولار، هم وضحوا ان هيكون راتب سنوي هيكون 31200 دولار، تمام، هتاخدهم سنويا، يعني لو قسمناها بالشهر هتطلع 2600 دولار، وده مبلغ كافي جدا. كمان هتاخد مكافأة 3000 دولار، ده عند وصولك للطلاب اللي جايين من خارج استراليا. لما توصل لاول مره توصل الجامعه تاخد كده مكافاه ليك 3000 دولار. ال 3000 دولار دي هتاخدها نظرا ان مصاريف الطيران بتاعتك من دولتك لاستراليا، ويعني مصاريف تانية اضافيه زي مكافاه كده هتاخدها. بالاضافه كمان المنحه دي بتشمل تامين طبي دولي، تامين الطب ده هيكون شامل لكل حاجه، لا قدر الله حدث لك مرض او حادث هيتكفلوا لك بمصاريف العلاج. وطبعا في مميزات اخرى كتير، انك تدرس في جامعه من الجامعات العريقه حول العالم في دوله قويه، يعني صراحه منحه ممتازه جدا. بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي، اي تخصص الجامعه دي بتشمله هو متاح في المنحه. كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعه، العماره والبناء والتخطيط والتصميم والاداب والعلوم الانسانيه والاجتماعيه والاقتصاد، الهندسه بانواعها، الصحه، التكنولوجيا، معظم المجالات متاحه في المنحه دي، ولكن مش متاح فيها الطب، عشان الناس اللي بتسال على الطب مش متاح في المنحه دي. هنا انا موضح لكم ملاحظه، المنحه دي ما فيهاش حد اقصر العمر، يعني لو انت سنك معدي ال 35 40 45 مش مشكله تقدر تقدم المنحه دي، محددوش سن معين. بالاضافه كمان المنحه دي ما بتحتاجش لغه انجليزيه بشكل الزامي، يعني لو انت هتقدم في المنحه حاليا دلوقتي مش محتاج لغه انجليزيه، مش محتاج شهاده اثبات اللغه، فيما بعد ممكن انك تعطي شهاده اثبات اللغه. ولو انت درست المرحله السابقه بتاعتك البكالوريوس باللغه الانجليزيه ده ميزه كويسه جدا برضو ليك، لو انت معاك شهاده لغه انجليزيه ايلتس او تويفل او شهادات اخرى ده برضو ميزه ليك. فلو مش معاك الشهاده فيما بعد لو تم قبولك ممكن ترفق شهاده بتثبت اجادتك للغه الانجليزيه. الاوراق المطلوبه في المنحه دي، هي مطلوب اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه، مطلوب السي في بتاعك او السيره الذاتيه، البروبوزل، خطه بحث، تمام، واي شهادات اخرى تدعم من طلبك، يعني تقوي طلبك زي شهادات تطوع، شهادات كورسات اخذتها او تدريب، كل ده بيزود من فرص القبول. اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 31 اكتوبر 2020، يعني انت لسه قدامك ما شاء الله وقت طويل جدا تقدر تجهز فيه كل حاجه. الناس اللي عايزه تعمل امتحان شهاده اللغه تعمله، الناس اللي لسه مثلا في اخر سنه في البكالوريوس وعايزه تقدم من المنحه دي
تقدر تقدم، يعني لسه قدامك وقت طويل جدا تقدر تخلص بيه حاجتك كلها. وهنا في ملاحظه انا حاططها لكم، ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح طبعا امكانيه التقديم من خلالنا بشكل احترافي. احنا بنقدم لك بشكل احترافي، بنعمل لك خطه البحث كل شيء تمام، وده بيكون نظير مبلغ مالي بسيط، او ممكن حضرتك تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات بتاعتنا. طيب وانا هنا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه، ده اللي فيه كل التفاصيل موجوده باللغه الانجليزيه، وده ابلكيشن التقديم. تعالى كده نبص اولا سريعا على الاعلان الرسمي، هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها هنا باللغه الانجليزيه هتلاقيها موجوده في الاعلان الرسمي. كل التفاصيل هنا بيقول لك المنحه دي هياخدوا فيها 600 شخص من حوالين العالم تمام، فده عدد برضو مش قليل، عدد كبير. بيقول لك هنا البنفيت بتاعه السكولرشيب دي او بتاعه المنحه دي هتكون ايه، بيوضح لك هنا المتطلبات كل شيء، بيوضح لك هنا المنحه بتتكفل بايه، اللي هتاخد سنويا 31200 دولار، هتاخد 3000 دولار لو انت جاي من خارج استراليا كمكافاه ليك، يعني صراحه شامله كل شيء تمام كده. ده بالنسبه للاعلان الرسمي. تعالى بقى دلوقتي نخش على ابلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على كلمه قدم الان هنا عشان تدخل لي ابلكيشن التقديم وتقدم للمنحه دي تمام. وعايز اوضح حاجه، ان عمليه التقديم للمنحه دي هي نفسها بالظبط كانك بتعمل اكونت او بتعمل ابلكيشن تقديم او ادمشن لو انت هتقدم بنفسك للجامعه. يعني المنحه ملهاش ابلكيشن معين، لا هو نفس ابلكيشن الجامعه، لو انت اتقبلت في الجامعه هيتم تحويلك مباشره للمنحه، مفيش ابلكيشن منفصل للمنحه. طيب هنا بيقول لك انت المفروض معاك يوزر نيم وباسورد، فبتعمل لوجن للابلكيشن. طيب انا كمستخدم جديد لا عندي ايميل ولا عندي باسورد اعمل ايه؟ تروح حضرتك على اخر حته دي اللي هي ابلاي از نيو ستودنت وتضغط عليها تمام، عشان يفتح معاك اكونت، اللي هو انت تعمل اكونت جديد بقى بالبيانات بتاعتك. فهنا مطلوب منك بعض البيانات انك تكتبها عشان تعمل اكونت بتاعك، تحط البيرسونال ديتيلز بتاعتك، اسمك، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، تحط الايميل بتاعك وبيانات التواصل معاك، هيتم التواصل ازاي، تحط مكانك، مكان الاقامه حاليا دلوقتي، تحط هنا بالنسبه للجزئيه دي تعلم على دي اللي هو السيتيزن شيب بتاعتك، ان انت طالب من خارج استراليا وانك ممكن تحصل على فيزا طالب داخل استراليا. بتضغط على الجزئيه دي، اهم شيء عشان في ناس بتلخبط في الحته دي. وبعد كده حضرتك بتيجي وهتلاقي هنا بيقول لك اكتب لنا السيتيزن شيب بتاعتك، دولتك فين حاليا، تكتب عنوانك هنا برضو، العنوان الحالي بتاعك اللي انت مقيم فيه حاليا تمام. هنا بقى بيقول لك اختار الدوله اللي انت هتعمل منها سبميت للابلكيشن، انت مقدم من اي دوله. كيورين ديتيلز، ده بالنسبه للكانتري اوف بيرث حاليا، الدوله اللي انت اتولدت فيها واللغه اللي انت بتتكلمها. تملى كل البيانات دي وتيجي في الاخر على كلمه اي اجري وتضغط عليها، بعدين تضغط على ريجستريشن على التسجيل تمام. وبعد كده هيظهر لك شويه بيانات تانية تملاها. طيب بعد لما تعمل كل الخطوات دي هيوصلك ايميل تمام، الايميل ده او رساله على الايميل بتاعك اللي انت كتبته. الرساله دي بتحتوي على اليوزر نيم والباسورد. لما جينا هنا اتكلمنا على الجزئيه دي وقلنا ان في يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم والباسورد دول هتلاقيهم موجودين في الرساله اللي هتوصلك من المنحه على ايميلك. فحضرتك هتاخد اليوزر نيم بتاعك وتاخد الباسورد وتعمل لوجن هنا تمام، عشان تدخل بقى للابلكيشن وتكمل باقي البيانات المطلوبه منك. طيب دي هنا البيانات اللي انت كنت ملقتها، فاكرين البيانات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، اسمك والحاجات دي، فدي كل البيانات اللي احنا ملقناها. نخش بقى للابلكيشنز من هنا، تضغط على كلمه ابلكيشنز عشان تكمل بقى الخطوات بالنسبه للاوراق بتاعتك. طيب انا كنت عامل كرييت اكونت قبل كده، يعني عملت اكونت سابقا عشان اشرح لكم عليه، فبالتالي انا هعمل الريزيوم هنا عشان اكمل الابلكيشن بتاعي واوضح لكم ازاي تملى الخطوات او البيانات المطلوبه منك. هنا بالنسبه للجزئيه دي هي الجزئيه الخاصه بالاوراق بتاعتك، حضرتك هتلاقي هنا مطلوب منك خطه البحث تكتبها هنا تمام، بروبوزال، مطلوب منك هنا بيرسونال ستيتمنت، خطاب نيه تمام، مطلوب منك هنا بالنسبه للجزئيه دي هتلاقي بقى البيانات اللي فوق دي هي بيانات خاصه بالمنحه، انك عايز تقدم للمنحه وبيسالك بعض الاسئله، هل اتقبلت في المنحه سابقا، يعني انت قدمت على المنحه دي قبل كده واتقبلت فيها ولا لا، ولا اول مره تقدم عليها، يبقى دي اسئله بسيطه جدا بتجاوب عليها. وبعد كده بيظهر لك بقى هنا بالنسبه للغه الانجليزيه، بيقول لك هنا في الجزء ده، تعالى بص معايا كده، بيقول لك في الجزئيه دي ان الانجليش لانجويج تيست مش مطلوبه دلوقتي، اللي هو اختبار اللغه مش مطلوبه او اي شهاده، ولكن فيما بعد ممكن ترفقها، يعني حاليا عند التقديم مش مطلوبه، ولكن هي بتسرع من طلبك، لو انت معاك حاليا شهاده لغه دي بتقوي من الطلب بتاعك تمام كده.
بس. وهنا بعض البيانات، تحط السي في بتاعك هنا وشهادة التخرج، كل الحاجات دي بتحطها هنا واي شهادات اخرى، وبعد كده تعمل سيف وكونتينيو. تمام. طيب بالنسبة بقى لاختيار التخصصات، تمام، هنا هتلاقي عند حضرتك في حاجة اسمها هنا سيلكت. كلمة سيلكت دي هي اللي فيها الجزئية الخاصة باختيار التخصصات، فانا هنا مش هعرف ارجع للسيلكت دي تاني عشان انا اوريدي عملت سكيب ليها ودخلت على الخطوه اللي بعدها قبليه. فلو حضرتك هتيجي تضغط على كلمه سيلكت دي هيظهر لك التخصصات وتختار التخصص المناسب ليك اللي انت عايز تدرسه في المنحه، وتختار المرحله الدراسيه، عايز تقدم بكالوريوس، عايز تقدم ماجستير قصدي او دكتوراه تختارها. وعايز اوضح لكم حاجه كمان، ان بالنسبه لدرجه الدكتوراه الدراسه فيها 4 سنوات، بالنسبه لدرجه الماجستير الدراسه فيها 2.5 سنين، لانها طبعا هيكون فيها بروبوزال. تمام كده. كده بالنسبه للمنحه كل شيء واضح. بعد لما بتخلص ميل البيانات بتاعتك بتيجي عند اخر جزئيه سبميت وبتضغط عليها، وبعد كده الابلكيشن بتاعك بيكون مكتمل وتنتظر نتيجه المنحه. يبقى احنا كده وضحنا كل التفاصيل. منحه صراحه ممتازه جدا، فيها تمويل 2600 دولار راتب شهري، مكافاه 3000 دولار عند وصولك، تامين طبي، مصاريف الدراسه كامله، كل شيء بالمجان على حساب المنحه. فلو مهتمين بالمنحه يا ريت تقدموا لها، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.